الآن نروح إلى ظهور صاحب الصوت الشهير. لحظة لحظة. من هذا؟ لحظة لحظة لحظة. لحظة بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت الشهير. لحظة لحظة. أيوة فين فين؟ خلنا نختار حاجة. وين؟ خلنا نختار حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا. وشو؟ إيش قاعد تسوي يا إبراهيم؟ إيش بو ما تكلم يا جماعة ترى. ولا أنا مسكت الصوت. لا ما سوى سكت. أيوة الحين. نجازة. عيد مرة ثانية. أيوة يلا. الاتجاه مباشرة إلى جنوب شرق. عرفتوا يا جماعة؟ الاتجاه. أيوة هذا أنتم يومياً تسمعون صوته. الله عليك. شبه يومياً. أوه. أي صاحب الصوت الشهير على جوجل ماب. لأول مرة أنا طبعاً أشوفه، أنا ما أعرفه للأمانة. وأنت أتوقع قد شفته أنت؟ لا والله. قد شفته الرياض؟ أنا؟ أيوة. من هو؟ صاحب الصوت الشهير هذا اللي في جوجل ماب. الاتجاه إلى اليمين. وشفت ال قلت شفت قريب شفت المقطع اي قريب يعني مع اعداد البرنامج قبل اعداد البرنامج أي قبل طيب التميز. نشوف الان يا جماعه الخير هذا طبعا هو اسمه وائل حبال صاحب الصوت الاشهر والدليل المرافق لنا من خلال جوجل ماب يظهر في هذا المقطع نتابع بعد 100 متر خذ المخرج الاول بعد 50 متر خذ الطريق المنحدره اذهب الى اليمين طيب هذا يا جماعه هو صاحب الصوت صوت جوجل ماب هذا هذا بس باقي بس يحدث المطبات عشان أيوه؟ بس يدخل معنا في الجو طيب انت يعني انت الحين مثلا انت الان شوف اوريك كيف يعني ما شاء الله نحب اي حاجه نسوي شيء كوميدي عليه صح اقول لك شيء مهم جدا والله على طاري معلقين الاصوات ايوه في بعض معلقين الاصوات عرفناهم بصوتهم فقط ايام زمان بعد فتره طلعوا ناس مقلدين لهم اشتهروا صح فصاروا هم الان يظهرون للاصل انهم يظهرون الان بصورهم عشان الناس يعرفون انه هذا هو صاحب الصوت الاصلي عشان الحين بعد ما مثلا بعد ظهور مثل هؤلاء المعلقين يا اخي راح في العنصر الدهشه في الموضوع والتشويق والروعه ايه صح يعني كل شيء الحين صار متاح وصار وش اللي باقي طيب ما شفناه بس جميل انه ايضا يحفظ حقه هو كشخص يعني هذا صوتي أنا وهذا انا صراحه المعلقين اللي ما ظهر تعرف ليش زي ما قال تشويق انه اقعد مثلا كم سنه 30 سنه قدام انا ما قد شفته بعدين كذا اذا كبر يا اخي كل شيء الحين موجود ومقطع السوشيال ميديا ما تخلي شيء عشان كذا احنا فقره سوشياليات اوريكم انه بعض الناس بدوا زي ما قال يقلدون ويطقطقون بعضهم وبعضهم يسوي شيء كوميدي ففي واحد مقلد الصوت هذا بطريقه كوميديه نشوفه يلا يلا نشوف الاتجاه نحو اليسار الاتجاه نحو اليمين قليلا بعد 50 متر مطب بعد 17 مترا مطب مطب بعد 40 متر حفرة بعد 30 متر حفريات بعد 7 أمتار مطب مطب بعد المطب اتجه نحو المطب الاتجاه بطريق مستقيم مطب داور مطب بعد مطب الاتجاه نحو اليسار قليل مطب حفرة حفريات مطب 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 وانت مدور عند قاعة اليخ داخل عقام مطب وش لا لا بس صدق في بعض المطبات ايوه بعد ما تاكلها يجيك لوحة خلفك مطب شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة